منذ الإعلان عن انتشار فيروس كورونا بمدينة ووهان الصينية أواخر ديسمبر الماضي، يتسارع العالم كله في إيجاد لقاح قد ينقذ البشرية من الموت المحقق. ومع إنقاذ البشرية من الهلاك يرفع اقتصاد تلك الدول التي سيكون لها السبق في اكتشاف المصل الجديد. أنا طارق أبو شريف وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحكاية وما فيها. في نهاية يوليو الماضي أحصت منظمة الصحة العالمية 26 لقاح مرشح في العالم يجري تقييمها خلال تجارب سريرية على البشر، في مقابل 11 لقاح تجريبي في منتصف يونيو. وما زال معظم التجارب في المرحلة الأولى التي تهدف بشكل أساسي إلى تقييم سلامة المنتج، أو المرحلة الثانية حين يتم بالفعل استكشاف مسألة الفاعلية، بينما 5 لقاحات منها فقط في المرحلة الثالثة وهي المرحلة الأكثر تقدما حيث تقاس الفاعلية على آلاف المتطوعين. إحدى الحقائق الصادمة عن اللقاح المنتظر عن كورونا أنه لن يوفر الحماية لكل المتلقين له، فقد أعلنت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية أنها ستعطي موافقتها لأي لقاح يوفر حماية من المرض ل 50% من المتلقين للجرعات، وهو ما سبب صدمة في بعض وسائل الإعلام. وفي هذا الإطار قال ماريو روماريوس المدير السابق لمكتب البيت الأبيض للأوبئة والتهديدات الطارئة أن معظم لقاحات الإنفلونزا تتراوح فاعليتها بين 40 و60%، ولذا فإن تحديد مستوى فاعلية 50% للقاح كورونا يعد بداية منطقية ومتفائلة، موضحا أن الأجيال التالية من اللقاحات سوف تصبح أفضل في نسب الحماية. أما عن الدول التي تسابق الزمن في الحصول على لقاح فهي الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الأرجنتين والمكسيك وبريطانيا، بالإضافة للصين وروسيا وألمانيا والهند وإندونيسيا. ففي أمريكا راهن ترامب على العديد من اللقاحات التجريبية، وقد استثمرت حكومته مليارات الدولارات في برامج مختلفة للحصول على 300 مليون جرعة لقاح. وأعلن الرئيس الأمريكي عن عقد بقيمة 1.5 مليار دولار مع شركة موديرنا الأمريكية للحصول على 100 مليون جرعة من لقاح اختباري تطوره، وهو سادس عقد من نوعه منذ مايو الماضي. أما دولتي الأرجنتين والمكسيك فقالتا إنهما ستشتركان في إنتاج ملايين الجرعات من لقاح لفيروس كورونا الذي طورته جامعة أكسفورد البريطانية مع شركة الأدوية العملاقة أسترازينيكا لأمريكا اللاتينية. وقال إن أسترازينيكا وقعت اتفاقا لإنتاج ما بين 150 إلى 250 مليون جرعة لجميع دول أمريكا اللاتينية باستثناء البرازيل، وسيكون ذلك متاحا في النصف الأول من عام 2021، لأن التجارب التي شملت أكثر من 1000 شخص أثبتت أن اللقاح آمن وينتج مناعة. وحجزت بريطانيا بالفعل 100,000 جرعة من اللقاح الذي يخضع حاليا للمرحلة الثالثة من التجارب. وأعلن رئيس الصندوق السيادي الروسي أن نحو 20 دولة حول العالم طلبت مليار جرعة من لقاح سبوتنيك في ضد فيروس كورونا بشكل مسبق، والذي تم إنتاجه وتطويره محليا، ولكن لم تكشف موسكو عن هوية الدول العشرين. أما ألمانيا فقد أعلنت عن تفاؤلها بالوصول إلى لقاح ضد كورونا في نهاية العام الجاري، وقال رئيس معهد باول أيرليش إن التصاريح الأولى ستصدر في نهاية العام أو في بداية العام المقبل، شرط أن تنجح المرحلة الثالثة من اختبار البيانات التي تؤكد هل اللقاح يحمي بالفعل من الإصابة أم لا. وتعمل الهند على تطوير لقاح اسمه كوفاكسين، وهو لقاح معطل، أي تم صنعه باستخدام جزيئات من فيروسات كورونا تم قتلها، مما يجعلها غير قادرة على العدوى أو التكاثر. وتجري اختبارات على لقاحات تجريبية أخرى على نطاق واسع في بلدان مختلفة. قد بدأت إندونيسيا تجربة لقاح على 1600 متطوع وهو بالفعل في المرحلة الثالثة. أما عن النتائج فإن اللقاح الروسي مدرك في المرحلة الأولى بقاعدة بيانات منظمة الصحة العالمية، ولكن مع ذلك يؤكد صندوق الثروة السيادي الروسي المشارك في تطويره بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية. وتقول السلطات الطبية الروسية إن المعلمين والطاقم الطبي بدأوا بتلقي اللقاح ابتداء من أغسطس، أي قبل طرحه للتداول في الأول من يناير 2021. وعليه فتؤكد وزارة الصحة الروسية أن لقاحها يسمح بتكوين مناعة طويلة الأمد، لكن المشكلة تكمن في أنه لم يتم نشر البيانات التي تستند إليها هذه الادعاءات. وبشكل عام لم تنشر سوى نتائج أولية للتجارب الجارية، أي للمرحلتين الأولى والثانية، وآخرها للقاح الذي تعمل عليه جامعة أكسفورد وشركة كانسينو الصينية. وبعد 8 أشهر على ظهور الفيروس لم يثبت أي لقاح اختباري حتى الآن فاعليته ضد الوباء خلال تجارب سريرية، غير أنه تم رغم ذلك شراء ما لا يقل عن 5.7 مليار جرعة مسبقا في العالم من اللقاح الروسي الجديد. ومع انتشار الوباء تنتشر معه المتاجرة السياسية بطريقة مفضوحة، حيث تخوض القوى الكبرى سباقا عالميا وحربا من نوع آخر
تحت مظلة لقاح كورونا وإنقاذ البشرية. ولكن المفارقة تكمن في التعامل مع هذا اللقاح من قبل الزعماء الثلاثة ترامب وبوتين وبينغ على أنها حرب بالوكالة خدمة لأنظمتهم الوطنية المتنافسة. ومع حصول الولايات المتحدة على نصف إصابات العالم تقريبا، أصبح أمر إيجاد لقاح جديد المطلب الأول للأمريكيين، لا سيما وأنهم على موعد مع انتخابات الرئاسة التي يسعى المرشح الجمهوري الرئيس الحالي ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن لاستثمار الوباء لحصد مكاسب سياسية قد يكون من شأنها أن تسكن أيهما البيت الأبيض. بينما الاندفاع الروسي فقد أثار قلقا عالميا كونه يعتمد لقاحا لكورونا قبل استكمال التجارب السريرية عليه، رغم تحذيرات المراجع الطبية العالمية من ذلك، ما اعتبره البعض بأن موسكو تقوم بتسجيل نقاط دعائية لها. على وعلى ذلك، اتهمت الحكومات الأمريكية والكندية والبريطانية قراصنة روسيا بمحاولة سرقة أبحاث اللقاحات، وذلك مع إطلاق سبوتنيك في على لقاح كورونا المرتقب، في إشارة إلى إطلاق الاتحاد السوفيتي للقمر الصناعي الأول متغلبا على الولايات المتحدة الأمريكية، ما يثبت مرة أخرى فرضية أن روسيا قد استخدمت سباق اللقاحات كأداة دعائية لها. كما نلاحظ سير الدول الصينية جنبا إلى جنب روسيا وأمريكا في نفس المضمار بعد إعلانها عن ثلاثة مشاريع صينية لإيجاد لقاح للفيروس، بالإضافة لمشاريع تشاركية مع دول أخرى. وربما لا يخفى على أحد التقاذف الدائر بين أمريكا والصين منذ انتشار الوباء، بل والاتهامات وسحب التمثيل الدبلوماسي من إحدى الولايات الأمريكية والذي ردت عليه الصين بالمثل. طبعا ذلك لا يجعلنا نغفل السباق الاقتصادي الحاد بين البلدين في ظل إطاحة الصين باليابان التي كانت تتبوأ المركز الثاني خلف الولايات المتحدة وجلوسها مكانها. وهذا كله يزعج الأمريكيين، لا سيما وأن هناك روابط قوية بين الدولتين، لعل من أبرزها التبادل في القطاع التكنولوجي، ناهيك عن مشكلة الدولتين في بحر الصين الكبير. ومع مصارعة دول العالم المتقدم في الحصول على لقاح محتمل حتى قبل أن يثبت فاعليته، والحرب السياسية الجارية التي ذكرنا جزءا منها، وإنفاق مئات المليارات من الدولارات لحجز ملايين الجرعات من المصل، تستمر دول العالم الثالث في نوم عميق، في مشهد يوحي أن الدول التي توصف بالمتخلفة ومن بينها الدول العربية لا يعنيها الأمر لا من قريب ولا من بعيد، أو أن ليس بها إصابات ولا وفيات ولا يوجد أصلا ما يسمى بفيروس كورونا في العالم. وأبلغ تلخيص ووصف لذلك ما قاله سيس بيركلي المدير التنفيذي لمنظمة جافي التي تعنى بتوزيع اللقاحات في الدول النامية، الذي أوضح أن سعي عدد من الدول الكبرى للحصول على لقاحات تغطي مجموع مواطنيها سيجعل أي لقاح مفترض متاح لعدد قليل جدا من الدول، فيما ستظل غالبية الدول الأخرى بلا فرصة للحصول على كميات كافية، مضيفا أن سيناريو كهذا لن يكون طريقة فعالة لإنهاء وباء عالمي. وتتوازى هذه التصريحات مع مطالبة أفريقيا بلقاح غير خاضع لقيود الملكية الفكرية. فهل تستجيب القوى الكبرى لتلك النداءات؟